السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وستر من الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض الأسئلة إن شاء الله هنرد عليها على قدر الإمكان، ونسأل الله يا رب التوفيق فعلى بركة الله. في سؤال هنا من أخونا من سلطنة عمان، حياك الله أخويا، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. ليك سؤال هنا بتقول إنك أنت قدمت عجينة بروتينية للخلايا، وان المرء عندك النحل بيجيب رحيق من الطبيعة. بتقول هل يعني لازم ان انا اقدم تغذية سكرية مع العجينة البروتينية، ولا الرحيق اللي في المرعى كافي؟ وهل لازم ان انا اقدم تغذية عشان النحل ينشط، ولا ما يحتاجش؟ اخويا الله يبارك في عمرك، اول شيء الله يجزيك الخير، كمية الرحيق اللي جاية من الخارج قد ايه هي دي اللي تحدد. تمام، انت قدمت عجينة بروتينية لان المرعى عندك ضعيف في السلطنة هناك. تمام، المرعى اللي في السلطنة عندك او المكان اللي انت نازل فيه في سلطنة عمان ومنزل النحل فيه بتاعك مرعى ضعيف، ربما يكون مثلا 20 25%، فبالتالي انت قدمت عجينة بروتينية، ده ممتاز. طيب بالنسبة للرحيق اللي جاي، النسبة بتاعته قد ايه؟ هل النسبة اللي جاية عندها الاستطاعة ان هي تكفي اليرقات اللي موجودة في الخلية؟ تمام، ولا ضعيفة؟ طب هل النسبة اللي جاية من الخارج من الرحيق النحل يعني بيخزنها في العين الثلاثية واصبح في فائض، ولا ضعيف جدا وشحيح لدرجة انك انت لازم تتدخل بتقديم تغذية سكرية؟ تمام، هو ده المربط، او دوت نقدر نقول ده الفيصل. الفيصل عندك الخلية، شوف الخلية عندك هل اللي جاي من الخارج من الرحيق كميات كبيرة بتكفي الخلية كيراقات وكنحل صغير في الداخل، ولا النحل في احتياج انك انت تقدم له يد العون؟ تمام، الله يبارك في عمرك، ونسأل الله يا رب التوفيق ليك والخير، الله يبارك فيك، مشكور يا اخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخويا، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة، تحياتنا ليك ولكل اهل الجزائر. ليك سؤال هنا بتقول بالنسبة لإطارات الشمع الأساس اللي بيتم وضعها للطرود، بتقول أين يتم وضع شمع الأساس للطرود؟ وتاني حاجة، أوقات البناء للشمع الأساس يكون متى؟ ومقدار المحلول السكري لبناء الشمع الأساس قد إيه؟ أخويا الله يبارك في عمرك، طبعا سؤال ممتاز، ولكن نتكلم بصراحة ما هوش توقيته دلوقتي. تمام، ممكن يكون توقيته بالنسبة للناس اللي في الخليج، المملكة العربية السعودية واليمن، ولكن أتوقع أنه مش توقيته بالنسبة للجزائر وشمال أفريقيا ومصر وبلدان الشام. تمام، على العموم أنا هرد عليك بالنسبة، الله يبارك في عمرك، في عملية التطريد. تمام، في بعض الإخوة بيسيبوا الخلايا عندهم تطرد، وفي بعض الإخوة بتعمل تفريغ صناعي أو تقسم. تمام، طب لو جيت تسألني أنا على وجهة نظري أنا الشخصية، الأفضل إيه؟ الأفضل الله يبارك في عمرك إن النحال يقسم منه لنفسه، ما يخليش الخلايا تطرد. طب خلينا نتكلم مع وجهة النظر الأخرى، اللي مثلا عنده حيازة كبيرة خرج طرود بسبب مثلا مشاغل عنده، أو بيحب إن الخلايا تربي تربية طبيعية تطريد. تمام، خرج طرد عنده، طرد دوت عشان يجي يسكنه، الصورة الأفضل لتسكين الطرد تكون إزاي؟ تمام، أتمنى تركز معايا في الكلام ده، سواء أنت أو اللي بيستمع لي. أول حاجة يا أخويا الله يبارك في عمرك، عشان أوصل لإجابة سؤالك ده، خليني أبدأ من البداية لعل المبتدئ اللي بيستمع لي يستفيد. طرد خرج عندي، عشان أسكن الطرد ده وأبتدي أوصل لإجابة سؤالك، بكون مجهز صندوق فارغ عندي، خلية فاضية. تمام، ومجهز كذلك براويز، لإما شمع أساس لإما شمع ممطوط منفوخ حسب المتاح عندي. في نحالين ما شاء الله بيكون عندهم شمع ممطوط جاهز، في نحالين تانية بيكون مش ما عندوش إلا شمع أساس. تمام، خلينا نقول أنا خدت الخلية، أنا كرجل نحال عارف إن الطرد ده هيغطي معايا 3 إطارات أو 3 كوادر. تمام، أكون مجهز معايا 3 براويز. تمام،
بالنسبة للإخوان اللي عندهم براويز ممطوطة، تمام، يفضل إن هو يحط برواز واحد ممطوط واتنين أساس. أقول تاني، الله يبارك في عمرك، لو الطرد هيجي على 3 براويز أو 3 كوادر، تمام، يعني حجمه أو الكثافة بتاعته هيتم تسكينها على 3 براويز، يفضل إن أنا آخد معايا واحد ممطوط أو واحد منفوخ واتنين أساس، تمام، أحط جنب الجدار أساس وبعديه في المنتصف ممطوط، تمام، وفي النهاية أحط برواز أساس، تمام، وأنزل الطرد ده، وأول حاجة طبعا أتفحصها الملك، تمام، أشوف الخلية دي هل فيها ملكة واحدة. الطرد اللي أنا سكنته ده فيه ملكة واحدة، فيه ملكتين، فيه 3، لأن طبعا زي ما الجميع عارف إن في الطرود الطرد الأول دائما بيكون الملكة البكر بس اللي موجودة فيه، الملكة الأم، تمام، ولكن الطرود الأخرى اللي هم بيسموها في دول الخليج وعندنا كذلك في مصر بيسموها السنو والسلس، تمام، بيكون في أكتر من ملكة، وبيكون الملكات دي معظمها عذارة، تمام. على العموم أنا نزلت الطرد، سكنته، تفحصت الخلية، تمام، ولقيت إن الطرد دوت معاه ملكة واحدة فقط، ملكة الأم اللي هي المرقحة. مسكت الملكة قفصت عليها في قفص ملكي. طيب ليه قفصت عليها في قفص ملكي؟ عشان اهم حاجة عندنا ان الطرد يستقر. طيب اقفص على الملكة ديت مدة قد ايه؟ اقفص على الملكة ديت مدة 24 ساعة، يعني يوم كامل. الهدف من كده ايه؟ ان الطرد يستقر داخل الخلية، تمام. نزلت الطرد، خدت الخلية، حطيتها في المنحل عندي في الموضع اللي انا عاوزها تستقر فيه الخلية، سواء شمال المنحل، سواء غرب المنحل، جنوب المنحل، المكان اللي انا عاوز يكون فيه الخليه دي، تمام. طيب بعد كده كراجل نحال، انا حاطط دلوقتي الطرد ده على 3 براويز، واحد منفوخ واتنين اساس، اعمل ايه؟ ابتدي اقدم تغذيه سكريه للطرد ده. ليه؟ علشان التغذيه السكريه اللي انا هقدمها للطرد دوت الهدف منها اولا البرواز المنفوخ، النحل يبتدي ياخد تغذية سواء يخزنها في داخل الطرد البرواز المنفوخ، كذلك البروازين الأساس اللي هو أول واحد رقم 1 ورقم 3 يبتدي النحل يعمل فيه مباشرة في عملية مط البراويز دي، تمام. هتيجي تبص، الله يبارك في عمرك، بعد مرور 24 ساعة لما تيجي تاني يوم عشان تفرج على الملكة، هتلاقي إن كمية التغذية اللي انت حطيتها، طب كمية التغذية احنا ما قلناش هنحط كمية التغذية قد ايه. كمية التغذية اللي انا احطها في اول يوم احط ربع لتر، 3 براويز احط لهم ربع لتر. لو الموضوع دوت او التطريد دوت مع الانطلاقة الروعية في البداية، بحط 1 سكر مقابل 1 مية، تمام. لو التطريد دوت في شهر 5 ميلادي او في شهر 6 ميلادي مع اجواء حرارة في حدود 37 درجة، بحط 1.5 مية مقابل 1 سكر، تختلف معدل السكر للمية مع درجات الحرارة، تمام. طيب حطيت ربع لتر في أول يوم، النحل ما شاء الله بعد 24 ساعة هتلاقيه استهلك الربع لتر كامل، وهتلاقيه ابتدى يمط معاك إن شاء الله، لإما البرواز رقم 1، لإما البرواز رقم أخير، الأخير رقم 3، مطوا النحل، تمام، حسب طبعا زي ما قلت لك كثافة النحل. بعد كده الله يبارك في عمرك، بعد 24 ساعة بتفرج عن الملكة. لو الملكة ملقحة وملكة أم زي ما احنا قلنا، مباشرة أنت هتفرج عنها، هتبص تلاقي بعد مرور 2 أو 3 الملكة دي ما شاء الله ابتدت تمشي على البراويز وتضع بيض بكميات كبيرة، وتلاقي الطرد ده في قمة النشاط. طبعا لو ملكة عذرة، طبعا هتنتظر حتى خروج العذرة والرجوع وتضع البيض، تمام، أيا يكن. طيب تاني يوم هل اقدم تغذيه بعد انا قدمت اول مره ربع لتر، اقدم تغذيه تاني يوم؟ تمام. هنا انا كرجل نحل لي نظره ازاي؟ اشوف البروازين الاساس اللي حطيتهم في الخليه وضعهم ايه، وضع البروازين الاساس ايه، هل بمط واحد وباقي واحد؟ لو بمط واحد وباقي واحد والنحل سحب التغذيه، تمام،
ابتدي ادي برضو كميه بسيطه تاني في حدود 100 مللي او 150 مللي، تمام، لحد ما البرواز التاني يتم مطه. تمام. طب بعد ما يتم مط البروازين ولقيت ان النحل زي ما بيقولوا كده ابتدى يخزن في البرواز بعد ما مطه كميه من العسل، هل اقدم تاني مباشره تغذيه؟ لا. ليه؟ لان لو قدمت تغذيه باستمرار للطرد ده هيبتدي يضيق على الملكه بتخزينه للمحلول السكري في العيون الثلاثيه، والملكه مش هتلاقي مكان تضع فيه البيض. تمام. فانا بالتالي اعمل باستراتيجيه اللي هو غذيت اليوم اجلس يومين وبعد كده اغذي تاني. تمام. ولكن التغذيه في البدايه يكون يومين ورا بعض بحيث الهدف منها ان النحل يمط الاساسات الشمعيه. تمام. وبعد كده طبعا بعد ما يتم الثلاث براويز اللي في داخل الخليه يكون اتمطوا كامل، لو حبيت الخليه تحتاج واحتاجت مني اساس وحبيت ان انا انزل اساس احط رقم كام؟ احط الاساس اللي هنزله دوت رقم 2 من جنب الجدار. جنب جدار الخليه بيكون رقم 1 اللي هو دايما بيكون العسل، احطه هو رقم 2. تمام. وكذلك امشي بقى زي ما بمشي في اي خليج. تمام. طيب هيجي واحد بيستمع ليا يقول لي انا لما بيجي يخرج طرد عندي بقوم جايب برواز حضنه مغلقه من اي خليه بسحبه واسكن عليه الطرد دوت علشان الطرد يستقر على الحضنه واضمن ان الطرد ما يخرجش من الخليج. ايه رايك في العمل ده؟ اقول له عمل ممتاز، بتنزل اطار حضنه مغلقه وتحط جنبه رقم 1 ورقم 3 برواز مثلا ممطوط او برواز منفوخ، وفي المنتصف اللي هو يعني رقم 2 بيكون هو الحضنه، مفيش مشكله ان النحل يستقر عليه. احنا بنتكلم على اللي هو نقدر نقول حيازته بسيطه، او اللي هو ربنا رزقه بطرد جاله من خارج المنحل، تمام، ومش عاوز يضعف الخليه بتاعته القويه وعاوز يسكنه فقط على براويز ممطوطه. تمام. الله يبارك في عمرك. بالنسبه لاوقات البناء، اوقات البناء عامه بيكون وقت نشاط النحل، يعني انت صعب انك انت تلاقي فيه طرد خارج لك في وقت الشتاء. تمام. وقت الشتاء زي اللي احنا فيه دلوقتي، تمام، النحل ربما يكون نشاطه بسيط، نشاطه اقل من 50%، فانك انت تلاقي تطريد صعب. طب تلاقي تطريد فين؟ تلاقي تطريد في البلدان زي المملكه العربيه السعوديه، بعض الاماكن اللي فيها نشاط، اليمن بعض الاماكن اللي فيها نشاط، البحرين بعض الاماكن اللي فيها نشاط، البلدان اللي فيها نشاط تلاقي تطريد. تمام. انما البلدان اللي نقدر نقول الوضع عندها فيه اجواء من البروده، مناخ ودرجات حراره منخفضه، صعب انك انت تلاقي نشاط. تمام. فوقت البناء، بناء الشمع الاساس، بيكون دايما مقرون مع درجات حراره معتدله، تمام، ما بين 23 ل 30 درجه، مع مرعى ممتاز من حبوب اللقاح. تمام. ده يعتبر نشاط النحل، فبالتالي تلاقي البناء الاساسي الشمعي ممتاز. حتى انت كرجل نحال لو انت تاخرت عن نزول اساسات شمعيه للخلايا تلاقي الخليه مباشره ادتك مؤشر، ادتك علامه، ابتدت تبني زوائد شمعيه بتقول لك اديني اساس شمعي. تمام. عكس دلوقتي، دلوقتي تلاقي الخليه مضغوطه على السبع والثمان براويز ومليانه كثافه نحليه وما تبنيش زوائد شمعيه، الا في النادر والقليل جدا تلاقي الشيء ده. تمام. وارجع اقول لك في النهايه، عينك كرجل نحال هي ميزانك. الله يبارك في عمرك. تحياتنا ليك ولكل اهل الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اختي نرمين، نسال الله تكوني في خير وفي نعمه. في سؤال هنا بتقولي بالنسبه للتوقيت الحالي في الجزائر درجات الحراره من 23 درجه 22 درجه وبتنخفض في الليل وتصل لحوالي 14 و15 درجه. بتقولي مقدار التغذيه السكريه في التوقيت الحالي اللي انا اقدر اقدمه مع التوقيت اللي اقدم فيه التغذيه. اخت الله يبارك في عمرك. طبعا بالنسبه لدرجات الحراره اللي انت بتتكلمي فيها اللي هي 23 درجه 22 درجه ديت ممتاز انك انت تقدمي تغذيه سكريه ولكن كميات بسيطه. يعني نقدر نقول اوقات النهار اللي هي تكون مشمسه الساعه 11 12 الظهر، ممكن انك انت تقدمي في التوقيت دوت اقل من ربع لتر
ركزي معايا في الكلام، اقل من ربع من ربع لتر للخليه، ما تديش كميه كبيره. الهدف ان النحل يستهلك الكميه ديت باسرع وقت في درجات حراره 22 23 درجه، تمام؟ وبالتالي يستهلكها. طبعا مقدار التغذيه اللي هتغذي بيها، هتغذي واحد سكر مقابل واحد ميه، تمام؟ ده اللي انت تغذي بيه، تمام؟ طبعا تقدمي لكل خليه اقل من ربع لتر، طالما الاجواء عندك تسمح قدمي، ما فيش مشكله، ولكن ما تقدميش في الاوقات المتاخره. يعني ما تجيش تقول انا هقدم بعد المغرب زي ما بنقدم مثلا في الربيع او في الصيف، لان الاجواء في الليل منخفضه، فبالتالي احنا عاوزين النحل يستهلكها باسرع وقت. وافضل وقت للشيء دوت هو ربما يكون الساعه 12 الظهر، الساعه 11، التوقيت ده بيكون الشمس فيه ونقدر نقول الاجواء بتكون دافئه، تمام؟ انما انك تقول اغذي بعد صلاه العصر او اغذي بعد صلاه المغرب، لا، ده ممكن انك تتغذي في الاوقات ديت في الصيف فقط، تمام؟ طبعا لو الساعه 11 الظهر 12 الظهر درجات الحراره، لقيت ان درجات الحراره فيها غيوم، يعني ما فيش شمس، في غيوم، نقدر نقول درجات حراره منخفضه في حدود مثلا 18 17، ما انصحكيش طبعا انك انت ايه تغذي في التوقيت ده، تمام؟ في الاجواء فقط المشمسه. طيب لو انت قدمت التغذيه اليوم مثلا النهارده خميس، قدمت التغذيه ربع لتر، امتى تقدمي تغذيه تاني؟ تمام، ممكن تقدمي التغذيه تاني بعد 3 4 5 ايام، مفيش مشكله، طبعا مع الاجواء ان هي تصلح او تكون صالحه للتغذيه، تمام؟ طبعا انت اكيد انك انت الخلايا بتاعتك فيها المخزون الكافي، ولكن احنا بنقول ايه، بننتهزها فرصه ونستغل الاوقات ان يكون في اجواء دافئه في شروح للنحل، تمام؟ وبالتالي ننتهز الاوقات دي، تمام؟ الله يبارك فيك، ونسال الله يا رب يبارك في نحلك، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا ابراهيم، نسال الله تكون في خير وفي نعمه وكل اخواتنا في سوريا يا رب. ليك سؤال هنا، الله يبارك في عمرك، بتقول انك انت عندك خليه من 4 براويز، وبتقول ان الخليه ديت بتسرح او عندها سروح في الاجواء الغائمه جزئيا مقارنه مع باقي الخلايا اللي عندك في المنحل. بتقول ان فيها ما شاء الله مونه او مخزون يعني، ولكن انت مستغرب من سروح الخليه ديت في الاجواء اللي يكون فيها الاجواء يعني نقدر نقول غائمه او ما هيش مشمسه. بتقول هل هذا يدل على وجوع الخليه؟ لانك طبعا مش هتعرف تفتحها في الاجواء البارده او الاجواء الغائمه دي. بتقول انك انت وضعت ليها عجينه منذ يومين، ولكن بتقول انك انت تراها صروحها قوي واكثر من جميع الخلايا في المنحل. اولا نسال الله يا رب يبارك لك في نحلك، اللهم امين يا رب العالمين. فيما يخص الخليه ديت، الله يبارك في عمرك، لا، ما هو الشرط ان هي يكون عندها جوع او جوعانه، ممكن يكون الخليه ديت الله يبارك فيك نقدر نقول ممتازه نشيطه. طيب انت ان شاء الله لما يجي مثلا الاجواء تكون معتدله بعد يوم بعد اتنين بعد تلاته، افتح الخليه دي. طبعا انت هتتاكد ان شاء الله انك انت هتلاقي فيها مخزون. بعدين انت حاطط كمان ليها عجينه، اتوقع عجينه سكريه كندي، فبالتالي ده برضو ممتاز. ولكن لما تكون الاجواء مشمسه، تمام، افحص الخليه دي تشوف المونه بتاعتها او المخزون بتاعها عامل ايه، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، الخليه ديت حاول تتابعها في الفترات القادمه ديت، لان الخليه ديت تعتبر نشيطه ما شاء الله ممتازه في خلايا في المنحل، ده احنا اتكلمنا عليه في فيديوهات قبل كده، وقلنا ان لابد ان النحال فتره الشتاء يلاحظ الخلايا الكويسه عشان يبتدي ياخد منها ان شاء الله مع الانطلاقه الربيعيه يا رب منها ملكات. فخليه زي اللي عندك ديت، نسال الله يا رب يبارك لك فيها، اللهم امين، دي يعتبر علامه من علامات المميزات ليها، ان هي عندها القدره ان هي تسرح في اجواء حتى صعبه، تمام؟ فتابع الخليه دي، شوف مخزون الخليه دي عامل ايه، كثافه النحليه بتاع الخليه دي عامله ايه، تمام؟ وضع الحضنه، تمام، وضع الحضنه او الملكه وضعها في البيض ايه داخل الخليه دي، لان الخليه ديت ان شاء الله لو امورها ممتازه وعدت معاك فتره الشتاء، يبقى انت تختارها من ضمن الخلايا اللي انت هتربي منها ملكات، تمام، وتقسم عليها. ده اللي احنا بنتكلم عليه. عكس خلايا تانية نقدر نقول فيها كسل، او نقدر نقول فيها ضعف، او نقدر نقول فيها انهيار، فيها امراض، بالتالي بنبتدي ننحيها،
او نبتعد عنها. تمام، فالله يبارك في عمرك. تابع الخليه دي، اول ما ان شاء الله يكون الاجواء مشمسه طبعا اكيد هتفحص المنحل بتاعك كله للتاكد من المخزون وتاكد من الامور الاخرى ووضع الخلايا في الداخل ايه، والخليه دي تركز عليها شويه تشوف وضعها ايه من الداخل. تمام، ويفضل انك انت بعض الملحوظات المهمه تسجلها عندك، بحيث ان طبعا عقل الانسان او ذاكره الانسان ربما يكون بتنسى، يعني الانسان مشاغل الحياه بتخليه ينسى. فمع الانطلاقه الربيعيه ان شاء الله يكون انت عملت تدوين للخلايا اللي عندك، خليه مثلا رقم 1 كويسه، خليه رقم 5 فيها مشاكل، خليه رقم 6 استهلكت المخزون بسرعه، خليه مثلا رقم 7 مخزونها ممتاز ومحافظه على المخزون. بناء على هذا الكلام كله والمعطيات دي كلها، في الانطلاقه الربيعيه تقدر تقرر انت هتربي ملكات من الخلايا اللي صمدت معاك واللي كانت ممتازه. تمام، نسأل الله يا رب يبارك لك في نحلك، وتحياتي ليك ولكل اخواتنا في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخويا، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. بتقول ما هو المكان الصحيح لوضع العجينة البروتينية، خصوصا ان لديك صندوق التربية فقط ولا يوجد الغزاية الخشب والعاسلة صغيرة. اخويا الله يبارك في عمرك، انا اجبت على السؤال ده اكتر من مرة، ولكن لو انت ما عندكش حيز او مكان تحط فيه العجينة البروتينية او حتى السكرية الكندي اعلى قمم البراويز او فوق البراويز في الاعلى، تمام، لاي سبب ما، ممكن تحط العجينة البروتينية جنب اخر برواز، تمام، اخر اطار. عندي خلية فيها 5 براويز احط العجينة بعد البرواز الخامس، عندي خلية فيها 10 براويز، تمام، احاول اضغط الخلية دي وارفع برواز واحط العجينة بعد البرواز التاسع، عند خلية فيها 8 براويز احط العجينة بعد البرواز الثامن. تمام، الامر سهل. طب اما اجي احط العجينة في ارضية الخلية، الافضل ايه؟ الافضل ان انا احطها في كيس نايلون طبعا، واحط طبق فلين، تمام، تحت العجينة البروتينية دي. ليه؟ عشان ما يكونش العجينة منها لارضية الخلية، وبالتالي تكون بيئة صالحة وبيئة خصبة لعسة الشمع، واحنا مش عاوزين الكلام ده. تمام، احط كمية بسيطة من العجينه سواء سكريه كندي او بروتينيه، بحيث ان النحل يستهلكها في اسرع وقت، واحطها جنب اخر برواز. ولو واحد عنده الغزايه اللي هي بتكون جنب اخر برواز، الغزايه البلاستيك اللي هي جنب اخر برواز، ممكن برضو النحال يحط العجينه برضو في الغزايه. تمام، ولكن برضو للتنبيه العجينه تكون في كيس نايلون، ده افضل للعجينه البروتينيه. تمام، وانا ان شاء الله هحاول ان انا اصور لك من المنحل فيديو عن الشيء ده ان شاء الله، وانشره لك هنا باذن الله. تمام، الله يبارك في عمرك. الامر مش صعب، يعني هو طبعا احنا دايما لما بنتكلم ان هي العجينه البروتينيه او السكريه الكندي تكون اعلى قمم البراويز. ليه؟ لان الميزه في الشيء ده ان النحل صغير السن او النحل الحاضن عنده القدره ان هو يطلع من البراويز، تمام، من المكان اللي بيكون مثلا فيه بيدف الحضنه، في تدفئه الحضنه، عنده القدره ان هو يصعد للاعلى، تمام، وياكل من العجينه سواء سكريه او بروتينيه، وكذلك ينزل مره اخرى للمكان بتاع الحضنه سواء لتغذيه يرقات او تغذيه الملكه او حتى تدفئه الحضنه المغلقه. ده بيكون الهدف وبيكون اسرع واحسن. انما لو عندك بعض العوائق فيش مشكله، حط جنب اخر برواز. تمام، الله يبارك في عمرك، مشكور فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخويا علي منصور، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. اخويا علي بتقول بالنسبة للعجينة البروتينية في الشهر التاسع، ان انا تكلمت على القرفة والكركم والخميرة وخلي التفاح، بس ما ذكرتش كمية الليمون وكمية الخل، ما ذكرتهمش المقادير بتاعتهم ايه. اخويا علي منصور الله يبارك لك، اول شيء الله يبارك فيك، بالنسبة للسوائل ركز معايا في الكلام ده، بالنسبة للسوائل سواء الليمون او خل التفاح، تمام، دي يعتبر سوائل، لان الليمون ده بعد ما يتم فرمه، تمام، هيعتبر سوائل. لما اجي اضيفه انا كرجل نحال على العجينة البروتينية اكون حذر. فليه انا ما تكلمتش ليه هنا على المقادير؟
ما ينفعش ان انا اقول لك ضيف 100 مللي على السبعة كيلو سكر، تمام؟ لا انا سايبها لك انت، انت ممكن تضيف 50 مللي، ممكن تضيف 40 مللي، حد من العجينة انت كراجل نحال تشوفها متماسكة، تمام؟ طبعا لو انت لاحظت في الفيديو ان انا تكلمت في الفيديو ان بالنسبة للسوائل، تمام، او الخل، قلت لك لو العجينة خدت منك كمية خل حتى لو هتوصل لنص لتر، قلت لك مش هتزعلك وما فيهاش ضرر، تمام. بالنسبه لخل التفاح والليمون، تمام، في العجينه البروتينيه، تمام، او العجينه السكريه الكاندي ما فيهوش اي ضرر، ولكن انا كراجل نحال ما ينفعش ان انا ازود منه بكميه كبيره والعجينه تكون سائله، وبالتالي ده هيضطرني ان انا احط كميات من السكر عشان تكون متماسكه، تمام. فانا دلوقتي هتعمل عجينه مثلا بروتينيه، حطيت حبوب اللقاح مثلا او الخميره حسب الماده البروتينيه اللي انت تشتغل عليها، حطيت السكر المطحون، حطيت القرفه والكركم. بالنسبه للقرفه والكركم طبعا قلنا كميات بسيطه، يعني لو جينا نعمل مثلا 10 كيلو من السكر، تمام، نحط ليهم معدل 50 جرام كركم 50 جرام قرفه، تمام. طب واحد دلوقتي بيستمع ليا وقال لي انا هحط 70 جرام كركم و70 جرام قرفه، هل ده يضر النحل؟ ما هوش هيضر، هو مش هيضر الكركم والقرفه مش هيضر النحل، ولكن النحل مع الكميات الزياده من الكركم والقرفه اللي انت هتضيفها سواء للكاندي السكري او للعجينه البروتينيه مش هيستفيد منها، تمام. هتلاقي ان النحل خلص العجينه البروتينيه او العجينه السكريه الكاندي، وبقى في الكيس النايلون بقايا الكركم وبقايا القرفه. ليه؟ لان النحل مش عاوز كميه ازيد من اللازم. اتمنى يكون اللي بيستمع ليا وصلت له النقطه دي. فانا لو ضفت كميه كبيره 50 جرام 100 جرام 200 جرام 300 جرام حتى، مش هتضر النحل، مش هتموت النحل، مش هيحصل اسهال للنحل، مش هيحصل زحف للنحل، عشان بس يكون الكلام واضح. كركم وقرفه ما يضرش النحل، ولكن النحل مش هيستفيد منه مع الكميه الزياده، تمام. طب بالنسبه للليمون وخل التفاح كميه كبيره تضر؟ لا ما تضرش برضه، ما تضرش برضه، ولكن زي ما احنا قلنا ايه الهدف، ان احنا ما نكترش من الليمون وما نكترش من خل التفاح ازيد من اللازم، ونحط فقط حسب احتياج العجينه سواء سكريه او بروتينيه علشان العجينه ما تكونش سائله، تمام. تاني شيء، الله يبارك في الجميع، ودي ملحوظة برضو لابد ان احنا نتكلم فيها، وهي بالنسبة للسوائل، تمام. انا كراجل نحال ما اضيفش بالنسبة للعجينة البروتينية، اتمنى التركيز في الكلام ده، العجينة البروتينية ما اضيفش اي سوائل بخلاف خل التفاح والليمون، ما اضيفش مية، اتمنى ما حدش يضيف مية، تمام. انت لما هتعجنها بطريقه صحيحه ويمتزج السكر المطحون مع الخميره، هي مباشره هتكون سائله عندك، مش هتحتاج منك سوائل، تمام. اتمنى يكون الفكره دي وصلت للجميع، الله يبارك فيكم. مشكور اخويا علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخويا، نسال الله تكون في خير وفي نعمه. اتوقع انك انت من الجزائر. بتقول ما هو مقدار التغذية التحفيزية في الربيع لكل خلية؟ أربع إطارات أو أربع براويز. وما هو مقدار السكر مقابل الماء في التغذية التحفيزية وقت النشاط؟ أخويا الله يبارك في عمرك، أولا نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. إحنا دلوقتي حاليا منتصف شهر 12، بتسأل سؤال مبكر جدا، يعني ممكن حتى لو في الجزائر عندك قدامك لسه بتتكلم في فأقل حاجة شهرين أو شهر ونص على ما يجي مثلا انطلاقة الربيع. كذلك مصر عندنا برضو لسه واقف ناقص بدري، يعني توقيت مبكر. على العموم فيما يخص السؤال بتاعك، هو توقيته بدري ولكن أنا هرد عليك. بالنسبة الله يبارك فيك، لما الأجواء تكون دافئة وتيجي تقدم تغذية تحفيزية، تمام، أنت الله يبارك فيك أول حاجة، ركز معايا في الكلام ده، أول حاجة بتشوف الخلايا ديت مع انطلاقة الربيع المخزون اللي عبرت منه
في فترة الشتاء قد إيه في الخلايا. تمام، لأن في خلايا نيجي نفتحها مثلا 4 براويز أو 5 براويز، نلاقي في الخلية داخلها برواز أو بروازين عسل مخزون. تمام، دي بيبقى خلايا مميزة دي. طب العسل المخزون دوت، ما احنا عاوزين بقى خلاص بقى نخلي النحل يستهلكه، تمام، علشان نقدر نقول ان نبتدي نحفز عشان الملكات تضع بيض، ما يبقاش براويز عندنا عسل بزياده، خلاص الاجواء ابتدت تكون دافئه. تمام، طبعا الكلام ده احنا بنتكلم مع انطلاقه نشاط في الربيع، عشان بس اللي بيستمع لينا يكون مركز في الكلام. تمام، بتيجي الله يبارك في عمرك، اول حاجه البراويز اللي هي مخزون فيها عسل، تمام، ببتدي لو هي العسل ده مختوم ابتدي اخربش التختيم بتاع العسل. انا عاوز ان النحل يستهلك العسل، تمام، استهلك العسل دوت، بالتالي ان الملكه تبتدي تضع البيض في كميات حبوب لقاح جايه من المرعى. تمام، بعد الله يبارك في عمرك ما اعمل العمل دوت في الخلايا اللي عندي كلها، ونقدر نقول بقى خلاص ان المخزون بتاعي في كل خليه ما هوش ازيب من برواز، لان لو عندي خليه فيها بروازين وثلاثه عسل ما هو ده هيضيق على الملكه، وانا عاوز اعمل تحفيز. طيب هبتدي اعمل تحفيز بعد كده. بالنسبه للتحفيز الله يبارك فيك، مقدار السكر مقابل الميه 1 سكر لـ1 ميه. تمام، طبعا الكلام دوت يكون في التحفيز او بدايه التحفيز او بدايه الانطلاقه الربيعيه. طبعا المقادير دي بعد كده بتتغير، ولكن احنا بنتكلم في اول انطلاقه النحل 1 سكر مقابل 1 ميه. تمام، الخليه مثلا انت ذكرت هنا انك انت عندك خليه مثلا 4 براويز، تديها كميه قد ايه للتحفيز؟ لما اجي ادي الخليه 4 براويز كميه للتحفيز، تمام، انا ممكن اديها الله يبارك في عمرك مقدار 100 مللي 150 مللي فقط من المحلول السكري. ما انا مش عاوز اديها كميه كبيره بالربع لتر والنص لتر تاخده تخزنه في البراويز او في العيون الثلاثيه، وبالتالي تضيق على الملكه، وانا اصلا الهدف من التغذيه ان انا احفز النحل. تمام، انشط النحل على السروح على جلب حبوب اللقاح، فانا بالتالي بحط كميات بسيطه كميات ضعيفه مع اوقات متقاربه. يعني انا خلينا نقول ان انا في الانطلاقه الربيعيه حطيت مثلا يوم واحد او نقدر نقول يوم السبت مثلا، حطيت تغذيه للنحل يوم السبت، تمام، في الانطلاقه الربيعيه اديته معدل 100 مللي 150 مللي، تمام، يعني اقل من ربع لتر، سكر واحد ميه واحد، يعني معدل السكر للميه 1 مقابل 1. تمام، حطيت يوم السبت، لما اجي احط تغذيه تاني احط يوم الثلاث، احط بعد كده يوم الخميس، يعني كل ثلاث ايام. تمام، وانا متابع حركه النحل وسروح النحل في الصباح عامل ايه، متابع هل النحل بيجيب من الخارج كميات فقط من حبوب اللقاح ورحيق ولا حبوب لقاح فقط. تمام، تاني شيء بعامل نشاط النحل داخل الخلايا، او نقدر نقول وضع الملكه داخل الخلايا للبيض بتابعه. تمام، لان الملكه لما هتبتدي تتوسع في وضع البيض هتبتدي تطلب منك وضع كميه من التغذيه اكبر. تمام، كميات حبوب اللقاح لما تكون جايه من الخارج بكميات كبيره النحل برضه هيستهلك كميه تغذيه اكبر. تمام، فانا نقدر نقول لك عينك كرجل نحال، سواء انت او اي احد بيستمع ليا، عينك ميزانك في التوقيت ده. تمام، اكيد ان شاء الله لما يجي الانطلاقه الربيعيه هنتكلم على الشيء ده باستفاضه. تمام، ولكن انا بس بناء على السؤال بتاعك حبيت ان انا ارد عليك. تمام، تاني شيء الله يبارك فيك، معدل السكر اللي هو 1 سكر لـ1 ميه ده بعد كده بيتغير، يعني ممكن بعد شهر من الانطلاقه الربيعيه. تمام، للناس طبعا للاخوان اللي ما عندهمش مواسم عسل، في ناس عندهم مواسم عسل زي عندنا في مصر الحمضيات، تمام، ولكن في ناس ما عندهاش مواسم عسل، ويبتدي يجي شهر 4 شهر 5 ميلادي، في التوقيت دوت بيتغير معدل السكر للميه. تمام، ممكن نحط 2 ميه مقابل 1 سكر، ولكن في الانطلاقة الربيعية في البداية بيكون المعدل 1 لـ1، لأن ليه أهداف برضه بالنسبة للإخوان اللي بينزلوا أساسات شمعية جديدة. خلي بالك بيكون محتاج إنك أنت تدي معدل سكر 1 لـ1 علشان النحل يكون عنده القدرة، تمام،
ان هو في مط الاساسات الشمعيه ديت يستهلك التغذيه بناء على كده، تمام. وبعدين دي بتكون مناسبه ليه، لان التغذيه الخفيفه خلي بالك 2 ميه لواحد سكر في الانتراكت الربيعيه او في وقت التحفيز في البدايه بتكون مجهود على النحل، تمام، بالاخص مع اول نشاط النحل، تمام. فيما بعد مفيش مشكله لما تتغير بعد مثلا زي ما انا قلت لك شهر 4 شهر 5 ميلادي مفيش مشكله، احنا كده بننزل بمعدلات السكر للميه وبنغيرها، انما في البدايه بيكون موجود على النحل، تمام. الله يبارك فيك ونسال الله يا رب التوفيق والخير ليك وللجميع. عم هذا حافظ على نحلك في التوقيت الحالي لحد ما يخرج من فتره الشتاء على خير، ده اللي احنا عاوزينه. الله يبارك فيك.